اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، لأن النار ما فيها لما فيها من شدة الحر فهي تلتهم وتأكل ما فيها، لذلك قال تعالى وقودها الناس والحجارة، لأنها تأكل ما فيها وتحرق. قالت أكل بعضي بعضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن الله تعالى لها بنفسين، يعني تتنفس. قال فأشد ما تجدون من الحر أو من الحر فهو من فيح جهنم، يعني لما يشتد الحر شدة كثيرة هذا من فيح جهنم، أي مما يفوح من حر جهنم، والنار هي في الأرض السفلى، الجنة في السماوات العلى والنار في الأرض السفلى، فلما يشتد عليها الحر تتنفس في الحر، النفس اللي بيطلع منها بيجي للناس هنا ده اللي بيعمل لنا الحر، والناس متأزية وغلبة مكيفات شغالة، وانت القعدة غالباك، ده عبارة عن نفس من أنفاس جهنم بس. النار دي الزول بدخول يقعد فيها كيف؟ والله يا اخواننا الشغلانة دي والله صعبة، نفس بتاعها بس حر بغلب الدنيا دي كلها، وده نفس دي ما جهنم هي ذاتها، بل هذه النار ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم، سؤال لنا نحن، أفرأيتم النار التي تورون، أي اللي بتولعوها يعني أورى النار يعني ولع، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، لأنه أصلا النار دي طالعة من شجرة. قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، التذكرة يعني أنت لما تجي تقرب من النار دي تتذكر البعدين بتاعت الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن نار الآخرة أو كما قال كناركم هذه، لو بتعد بعدين جهنم، لو زيدي قال لقال الناس فيها، قال يعني شنو؟ يعني قيلوا، لو زيدي كم شي بقيلوا فيها بمزاج كده، لو زي النار دي بالله شوف الموضوع ده كيف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إنها عليهم مؤصدة، مكفولة في عمد ممددة. ولذلك تعمل حسابك يا مسلم، تعمل حسابك من جهنم. النفس اللي بيجي الحر ده كله اللي بيجينا أو أوقات الحر هذا من فيح جهنم. جهنم دي الكافر لما يشوفها، قال تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، بتعرض عليهم لما يشوفها كويس ما بيقدر يعاين فيها. ولذلك قال تعالى عن أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف ديل بيبقوا في النص، حسناتهم ما أوصلتهم الجنة وما دخلوا النار مباشرة من الأول يعني، فبيقوا في النص. الأعراف هو من العرف، والعرف الحاجة العالية يعني في زي جبل أو تل عالي بيكونوا بين الجنة والنار، بيكونوا واقفين.
ربنا قال وإذا صرفت أبصارهم. صرفت يعني شنو؟ تخيل الكلام ده مبني للمجهول، معنى الواحد منهم ما بيقدر يعاين بمزاج كده. اتخيل منظر انت بتقدر تشوفه اصلا، تقدر تعاين، الا ابصارهم دي تصرف على النار، تصرف تحول. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ما يقدر يعاين. عشان كده ربنا قال شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة. شاخصة يعني شنو؟ يعني لما انت عاين في حتة واحدة ما يقدر يتنفت، يعاين بمزاج هنا ما يقدر. ده كله من المنظر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت الجنة، يعني شافها. قال فتناولت منها عنقودا، يعني العنقود بتاع العنب. قال لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. شوف شغل الجنة ده كيف، واحد بس. أصل الناس دي شغالة مدورة، ديل بيضربوا طعمية وديل الكمونية وديل زلابية بيجاي، وده كله بعد في ناس جعانين. سوق ستة شغال، تمشي بغادي في اسواق ثانيه تاكل بطيخ مقطع يبيعوا لك بالقطعه والكمونيه بالمتر، كل ده. الناس دي برضه في ناس جعانين. مع ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عنقود واحد من الجنه. قال لو اصبته، لو شلته جبته لكم لاكلتم منه ما بقيت الدنيا، تتاكلوا ما بيكمل. قال واريت النار، كمان وروني جهنم. قال فلم أرى منظرا قط أفظع. منظر خطر جدا. انت لما تتأمل الموقف ده، وانه حيجي يوم من الايام وانت تقيف وتعرض جهنم. جاء في حديث ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام. الزمام المقبض اللي بيمسكوا منه، 70,000 مقبض. المقبض الواحد بيمسكه 70,000 ملك يكونوا ماسكينه يجرونها، وهي تزفر تهيج في أهل المعشر، بتهيج فيهم والملائكة ماسكينها. أنت تشوف موقف زي ده مش مفترض تعمل حسابك؟ طيب ده النفس الأول قال أشد ما تجدون من الحر فهو من فيح جهنم. قال وأشد ما تجدون من البرد، البرد زي بتاع الأيام دي، قال هو من زمهرير جهنم. الزمهرير ده برد بيجي في جهنم فجأة كده. تخيل المعذبون في جهنم بكونوا قاعدين جوا والحر شديد، فجأة بيوم برد في غاية البرودة، يعني بيقلب من غير مقدمات، من غير طريقة تدريجية، حر للنهاية، يقلب برد للنهاية، وده ذاته من العذاب. فيبقى البرد الحبة اللي بيجي في جهنم الزمهرير ده بيجيك منه نفس برضو بتاع برد في الدنيا، والفيح النار بيجيك منه بجيب الحر في الدنيا. ولهذا انت تعمل حسابك. ربنا قال في سورة الزخرف إن المجرمين، خد بالك الكلام ده كلام مؤكد، مؤكد بإن. إن دي أداة توكيد ونص بتأكد الكلام اللي بعد ده. يلا شوف الكلام ده مؤكد كيف. إن المجرمين مالهم في عذاب جهنم خالدون، قاعدين لا يفتر عنهم. يفتر يعني شنو؟ من الفترة، يعني العذاب ما بيجيهم فترة
وبعدين فترة تانية، لا طوالي لا يفتر. ولذلك لما نادوا في جهنم جوا قالوا ادعوا ربكم، بيتكلموا مع الملائكة لأنهم مستحيين يدعوا ربنا، لأنهم في الدنيا ما عندهم علاقة معه، في الدنيا العلاقات ما مقطعة، هو في الشدائد بينده منه، مش منده الشيخ وعقيدته في الشيخ والبينفع الشيخ والبضر الشيخ. أها، لما يجي يوم القيامة هو مستحي من الله، يقول للملائكة ادعوا ربكم، لماذا؟ يخفف عنا شنو؟ يوما من العذاب. يعني مو دارينا على طول، يعني مرقنا من جهنم، هنا عارفين مرقة دي ما في، لكن دايرين الملائكة يدعو الله لماذا؟ يخفف عنهم كم يوم واحد من العذاب. الملائكة تقول لهم أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. صحيح، كانوا جونا بالبينات وضحوا لنا، اللي بيدخل جهنم ورونا يا، واللي بيدخل الجنة ورونا ليه. أها، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما في حرام، مرقة برضو ما في. أها يا ناس، عشان كده ربنا قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. ما في فترات بتاعت راحة، ما في استراحات، استراحة ما في، لا يفتر عنهم. بعدين خد بالك، لو كان الموضوع انه العذاب ده مستمر فقط وما في فترات، لو وقف على كده كان بيكون اهون من الوضع الحقيقي. تعرف الوضع الحقيقي لو كان العذاب مستمر على نوع واحد اهون، العذاب المشكله بزيد ماشي زايد. ربنا قال فذوقوا فلن نزيدكم الا شنو؟ الا عذاب، يعني ماشي زايد كمان. واكثر حاجه بتاذي الناس او من اكثر الاشياء اذيه للكفار داخل جهنم انه مرقى ما في. ان المجرمين في عذاب جهنم، المشكله في الكلمه الاخيره دي، في عذاب جهنم شنو؟ خالدون، دي المشكله هنا. لو كان في امل بتاع مرقى، لو يوم من الايام في امل مرقى اكم عليه شويه يبقى العذاب اقل من الاول، لكن قال خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. المبلس معناه شنو؟ المبلس هو الآيس، يعني فقد الأمل، مستاء، يبكي، البكا ما بحلو، يكورك ونادوا، بنادي ما بحلو، يحاول يصعد، يصعد يحاولوا يمرق يطلع لفوق. ربنا قال ولهم مقامع حديدة، مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، اللي بيحصل شنو؟ أعيدوا فيها، ارجع تاني، محاولات كلها باءت بالفشل، كلها ما في طريقة. الآية البعدية ربنا قال ونادوا يا مالك، مالك ده منو؟ ده خازن النار. ونادوا يا مالك، دارين شنو؟ قالوا ليقضي علينا ربك، دارين نموت، اخر الـ ممكن تكون الامنيات او من اخر الامنيات يموتوا، ليقضي علينا ربك. قال انكم، شوف ده كلام مؤكد كمان تاني، مش قبل الكلام ده مؤكد، ان المجرمين، ان اكد الكلام معلوم خالدون، المجرمين خالدون، ثاني جاهم كلام زيادة من مالك، قال إنكم معلوم ماكثون قبلكم، ما في طريقة مرقة. السبب قال لقد جئناكم بالحق،
حق واضح، قرآن واضح ولا ما واضح يا أخواننا؟ واضح صريح. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ذكر الموجبتين، موجبتين، الموجبة يعني ما يوجب الجنة وما يوجب النار، موجبتان. فقال الصحابة يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جملتين بس، جملتين. عشان كده قال لقد جئناكم بالحق. والمشكلة وين؟ ولكن أكثركم للحق كارهون. الناس الحق ما بتدوروا. هسه تجي انت تتكلم في الجامع تقول لهم يا مسلمين يا ناس، ربنا قال لكم قال ربكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله قال تنادوا وبيجيب دعوة المضطرين. نادوا الله وما تنادوا الشيخ المدفون بهيني ده، ما تنادوا، والمدفون بغادي ما تنادوا، وبقبة ما تنادوا. وده قال بقبة اللبنية ولا شنو؟ بقبة اللبنية ما تنادوا، والقبة خضراء ما تنادوا. مش ده حق؟ ده القرآن كده؟ طيب مطلق واحد يا مولانا تفتكروا الفقراء يا زول؟ فقراء فقراء دخلوا لنا شنو ذاته؟ الله قال ادعوني استجب لكم، ما في فقراء هنا ذاته. الموضوع ده هنا ما في فقراء، ادعو الله، الله بيستجيب لك. لكن ربنا قال ولكن اكثركم للحق كارهون، يكره الحق بس. طوال يقعد يزوغ يقول لك التوسل، التوسل يا مولانا. ينط بيجا يقول لك لا لا، ما لولا يدهم قريبين لله. اها، وذاك واحد يقول لك لا لا، ما حديث الاعمى، الاعمى يا مولانا. يا اخي اعمى انت ده، اعمى انت. حديث الاعمى ده ما فيه دعاء لغير الله، ولا الاعمى دعا غير الله، ولا النبي قال لا ادعو غير الله، ما في في حديث الاعمى. ولا حديث توسل عمر، ولا حديث توسل معاويه بالاسود، كل ده ما فيه ولا دليل على انك انت ترفع يديك وتمغي وتقول يا وتحسونا، ما في كلام زي ده. يا اخي الحق واضح، عشان كده ربنا قال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. بعد ذاك يشتكوا شكية طويلة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة لو نقدر نرجع تاني فنكون من المؤمنين. كل ده ما بينفعهم. ربنا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أنا أكتفي بهذا القدر، وأقدم شيخ مزمل يواصل حلقة.